المستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة في حوار خاص مع مصطفى ميزار. ما هي الملفات التي أعددت العدة لها وعازم على تنفيذها في الفترة القليلة القادمة؟ هي الملفات كتير. نعم. أولها تطوير ورفع كفاءة مقرات الهيئة. عن الدور الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام والدفاع عن مصالح الشعب. حوار خاص مع مصطفى ميزار الأربعاء 5 مساءً على قناة مصر الأولى.